المزمور 132، ترنيمة المصاعد. اذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب، نذر لعزيز يعقوب. لا ادخل خيمة بيتي، لا اصعد على سرير فراشي، لا اعطي وسنا لعيني ولا نوما لاكفاني، او اجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. هوذا قد سمعنا به في أفراتة، وجدناه في حقول الوعر، لندخل الى مساكنه، لنسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب الى راحتك انت وتابوت عزك، كهنتك يلبسون البر وأتقياؤك يهتفون. من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك، أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. لأن الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكنا له. هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأن اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، وأتقياؤها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، أعداءه ألبس خزيا، وعليه يزهر إكليله.